رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي ضحى. تنظيف المنزل من بداية السكن فيه مهم جدا، فيعد البناء أو بعد البناء يحتاج المنزل إلى التنظيف، وخاصة الأرضيات لكي نضع الأثاث على أرضية نظيفة. وكم منا طبعا نحتاج إلى غسيل أثاثة وسجادة أو غسيل أيضا سيارته. اليوم راح نتكلم عن أكثر يعني الأمور أهمية بالنسبة للمرأة، ومع أول سيدة أعمال تترأس شركة خدمات تنظيف في الكويت، فاطمة أحمد القلاف، وطبعا هي شريكة ومديرة العمليات في شركة كلين كير لخدمات التنظيف. صباح الخير فاطمة. صباح النور. منورتنا في شاي الضحى. حبيبتي اتشرف فيك. ونقول يا صباح التلميع والنظافة. راح نتكلم أكثر عن الشركة لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، وقاعد أقول توني فاطمة أن الموضوع هذا يتعب لما يصير عندك كذي هوس أن كل شيء لازم يكون مرتب ودائما تبين على المستوى اللي أنت تبينه. فاطمة، يعني أنت دخلتي هالمجال هذا وحبيتي وأسستي لك مشروع خاص في مثل هالمجال هذا، لكن أكيد كنتي من وأنت صغيرة عندك هالحب أن كل شيء لازم يكون نظيف، كل شيء مرتب، كلميني عن هالمرحلة هذه. بالنسبة حق المشروع، إحنا أساسا يعني هو مشروع أخوي. بعدها أنا دخلت معاه كشريكة ومسكت إدارة الشركة. أما بالنسبة حق أن عشقي حق التنظيف فهذا عندنا إحنا بالفطرة وراثة. بيّن لما قلت لي شركة أخوي عرفت أنا على طول. فإحنا الشغلة وارثينها من الوالدة والوالد. عندنا يعني ديتول بالبيت يعني 24 ساعة. يعني دائما موضوع التنظيف والتدقيق على هذه الأمور في البيت تتولاها المرأة. دائما الأم هي في البيت، هي الليدر في هذا الموضوع، هي تشرف على نظافة البيت. فدائما يعني نشوف بس من جانب ثاني ان الشركات الخاصة بالتنظيف اللي يمسكونها شباب، فليش دائما في المشاريع نشوف عكس الواقع؟ في الواقع المرأة هي اللي تدير هذه الأمور، لكن أكثر المشاريع الخاصة بالتنظيف يمسكونها الرجال. بالنسبة حق الشركات عندنا بالكويت، كل الشركات راح تلاقينها ماسكينها رجال، لأن فيها مجموعة عمالة، والعمالة اللي قاعد نجيبها رجال. فمنو اللي قاعد يتعامل دايركت مع الرجال أو العمالة يعني؟ فما في مرة راح يعني، أيام قبل ما كان عندنا هذه الفكرة أن مرة تقعد تتعامل مع ريايل. فالأغلب مثلا كان يخلون مثلا حريمهم يشتغلون مدرسات أو يشتغلون مثلا بمكان مجاله كله حريم. فلما دخلت هذا المشروع مسكت الإدارة، فعشان أنا أعرف كل صغيرة وكبيرة بالشركة لازم أطلع همّاً مع العمال، وصار احتكاكي أكثر مع العمال. وحتى الناس لما مسكنا الكول سنتر كانوا يدقون علينا الناس يستغربون ان شلون مره قاعد ترد على التلفونات، شلون مره قاعد تطلع معاينات. فكانت صدمه بالنسبه حقهم، مستغربين شلون ليش مو ريال، لان هذا شيء احنا اعتدنا عليه. بس بوقتنا الحالي ما في شيء صار حصري على الرجل، المره دشت جميع الامور. وانت تقولين بقلبك ليش مو مره اللي مثلا تي وتعاين المكان يعني؟ طيب لما انت اول مره لما كنتي تروحين وتعاينين المكان ونظره الناس انه مستغربين، انت شنو كان شعورك يعني لحظتها؟ شلون قدرتي تكسرين هالقاعده هذه يعني حتى الناس يتقبلون الموضوع؟ انا كنت مستانسه من الصدمه هذه، كنت مستانسه. انا حسيت ان انا قاعده اسوي شيء جديد، مع ان يعني الشغله هذه تنظيف صح خاصه حق الحريم، والحريم دائما ادق بالتنظيف من الريايل. يعني طبعا في ريايل دقيقين، بس بشكل عام الحرمه هي اكثر دقه بس يقولون بالموضوع. اذا الرجل مسك مهنه يعني متعودين انه مثلا خلينا نقول مثل التنظيف يدقق يصير دقيق وايد يعني، ويصير عند الامور كذي يعني كل شيء لازم يكون منظم وبشكل يعني مبالغ. احس انا شفت وايد يعني من هالنوعيه. بس مثل ما يعني قلتي صح، يكون دقيق بس مو هو اللي يكون يعني مو هو اللي يقوم بهالشغله بنفسه. يعني احنا عندنا بمجتمعنا مو هو اللي يقوم بالشغله بنفسه، خصوصا ببيوتنا تشوفين الحريم هم يعني اكثر دقه واكثر يعني يعني اهتمام بهالشغله. نعم. حتى يعني عندها خبره اكثر لان تمارس هالشيء بشكل يومي في بيت الرجال. هو يقول حق مرته او يقول حق بنته مثلا تعالي مثلا شوفي هالشغله هذه منظيفه يعني، بس انه هو يقوم بنفسه. انا ما قاعده اشوف، يمكن في قله ببيوتنا. اي نعم. بالنسبه لمواد التنظيف اللي تستخدمونها، هل في مواد معينه تحرصون على اختيارها، خاصه المواد اللي تكون صديقه للبيئه؟ اي طبعا، لان اتجاه الناس الحين كله
ان نبي الامور كلها تصلح حق البيئه وكذي، فقاعد نحاول ان ندقق على مواد تنظيف. في مواد تنظيف قاعد نستوردها من برا، وفي مواد محليه عند بعض الشركات، لكن دائما نحرص ان تكون يعني فيها نسبه ان تكون ان نحافظ على البيئه، تكون دائما ايكو فريندلي. اي طيب فاطمه، انا فيني كذي فضول، يعني انتم اليوم لما تعينين المكان مثلا بالنسبه لحجم البيت، طبعا يختلف اذا كان بيت كامل ولا مثلا شقه داخل البيت، شلون ممكن الامور هذه تقومون فيها؟ يعني طبعا العمال اللي تطرشونها حق المكان اكيد يكونون حريصين ان المكان يتغير شكله. انا احس كذي، فشنو رده فعل الناس بعد عمليه التنظيف؟ هل تحسين انه فعلا راضين 100%؟ لان دائما يقولون العميل مو كل شيء يعجبه، يصير دائما في انتقادات وملاحظات، وهالشيء يكون مزعج شويه منه. صح، بالنسبه حق احنا رضاء العملاء عندنا من البدايه، من التلفون، من اول ما يتصل العميل احنا لازم نعطيه المعلومات كامله، لازم يكون عنده يعني فكره كامله عن شنو هو راح ياخذ، شنو الخدمه اللي هو اللي بيقط عليها المبلغ، انا بقط هالمبلغ على شنو؟ فلازم يفهم ان في عندنا طريقه معاينه معينه، المعاينه مهمه على اساس ان نشوف مثلا المكان طبيعه نظافته، نوع الارضيات، في امور وايد داخل البيت لازم احنا نشوفها. وطبعا هذه المعاينه مجانيه عشان يكون مرتاح نفسيا العميل. بعدها بعد الاتفاق معاه على السعر نطلع ننظف المكان. التنظيف طبعا يتم على طريقه معينه، العماله اللي عندنا مدربه ويقومون بعمليه التنظيف بدقه، يعني كل وحتى المواد عندنا صح انها صديقه للبيئه وهي معتمده، لكن كل سطح لا مادة خاصة فيه عشان ما يقترب الأثاث اللي موجود، يعني ما تكون مادة واحدة حق جميع الأسطح، مثلا الخشب غير، الألمنيوم غير، الزجاج غير، وهكذا. نعم، يعني يدققون على تفاصيل كثيرة في البيت. بالنسبة للأشخاص اللي يكونون ساكنين في البيت يعني أكثر من سنة، كلش كثر يحتاجون هذه الخدمات إنهم يسوون يعني حملة تنظيف للبيت شاملة مع شركتكم أو أي شركة ثانية؟ بالنسبة حق إحنا عندنا بالشركة في طريقة اشتراكات، الاشتراك هذا دائما يكون مثلا بشكل دوري، حسب إذا البيت قاعد يتنظف كل يوم احنا ممكن نسوي ديب كليننج مرة بالشهر، إذا كان البيت ما في أحد قاعد ينظفه ممكن نطلع زيارات مثلا يومية أو أسبوعية حسب احتياج المكان وحسب احتياج العميل. نعم. صحيح، وحتى عدد العمال اعتقد حسب يعني البيت والمكان طبعا يعني إذا اللي تقيمون. اي نعم، احنا عندنا جروب من العمالة نوزعهم على البيوت وعلى الشقق وعلى همن عندنا، لان نخدم القطاع التجاري والسكني وقطاع السيارات. هي فكره وايد حلوه، يعني احنا تعودنا مثل هالشركات هذه اكثر شيء يتعاملون معاهم مؤسسات كبيره. نعم. مو بيوت، واحنا نبي البيت يكون بعد كذي يعني يلمع ويبرق مثل ما احنا نقول. فهل فعلا الناس الحين مقبله على مثل هالشركات هذه؟ تحب انه ياتي لبيتها عمليه التنظيف تتم مثل الشركات الكبيره؟ يعني شلون طريقه التنظيف حتى بالنسبه حق العملاء؟ في عندك نوعين من العميل، العملاء، العميل اللي يبي بس سعر وما تهمه الخدمه، ما يهمه الكواليتي، وعندك العميل لا اللي يهمه الكواليتي وما يهمه السعر. فاحنا دائما نحب نتعامل مع الناس اللي تكون شويه عارفه شنو اللي تبي، يعني مثلا بالتنظيف حابه ان تاخذ خدمه كواليتي. اي حلو. بالنسبة لي أيضا العمال اللي عندكم في الشركة، هل تعطونهم دورات بشكل دوري بحيث أنهم يعرفون طريقة تنظيف؟ لأن تدرين بعض المواد وبعض الأسطح يبي لها مواد معينة وطريقة معينة للتنظيف والتلميع. العمال عندنا طبعا قبل ما أحطه بيت العميل أو أنزله على سوق العمل على قولتهم، ما أطلع من عندي إلا هو مدرب، لازم يعرف شلون يستخدم المكاين، شلون يستخدم المواد، هذه المادة تصلح حق يعني مثلا حق أي سطح. وبعدها لما أسوي تيست عليه أن أشوفه طلع 100% على جميع الخدمات اللي عندي أطلعها حق العميل، يكون عشان لا يخرب الموضوع. أيوه، هذا أهم شيء، أهم نقطة، أن الشيء إحنا نبي يكون الأفضل مو للأسوأ. طبعا. طيب إحنا قبل الهواء قلتي لي نقطة وايد مهمة ودي أنك توضحينها حق السادة المشاهدين، قلتي في أشياء ما ترجع 100% مثل شكلها يعني السابقة ولما كانت جديدة. أيوة. مثل شنو هالأمور هذه اللي عشان بس على الأقل العميل مثلا يكون واضح عنده هالموضوع هذا، أنه مو كل شيء راح يرجع مثل ما أنت تبيه؟ إحنا عندنا بالتنظيف يمكن ما في توعية على في شغلات معينه، مثلا احنا بس نبي ننظف وبس، يجي الكاستمر يقول لك انا ابي هذه تردونها مثل قبل،
من اول ما شريتها. شنو اي من اول ما شريتها؟ والشغله هذه تلاقينها صار لها سنين يعني وصفه حتى ما قاعد يصير عليها تنظيف مثلا بشكل دوري. على سبيل المثال عندك مثلا المطبخ البورسلان عندك تراكم الدهون عليه بشكل يومي وما قاعد تتنظف ومره واحده يونتش يبون ينظفونه. هذا شيء ويرجع يدين. في صعوبه بس هم هذا تراكم الدهون ممكن يغير لون البورسلان فشلون تردين البورسلان؟ هو ممكن يطلع بس اللون ما يرجع مثل ما كان. صح لان هم من تاثير الحراره وتراكم الدهون فيظل البورسلان يتغير لونه. او مثلا عندك طوفه عليها مثلا زلوق هو يحسب ان هذا وسخ فاحنا نحاول ان ننظف الوسخ. يقول لك ما وخرتوا البقع هذه؟ نقول له هذه تحتاج مينتننس ما تحتاج تنظيف يعني ما راح نقدر نوخرها بالتنظيف. بالنسبه للاسر اللي عندهم اطفال هل تحرصون على ايضا انتقاء المواد اللي تستخدمونها في التنظيف؟ انا عارفه يعني الاطفال بشرتهم وايد حساسه فممكن تتهيج بشرتهم مع بعض مواد التنظيف، تحرصون على هذه النقاط؟ نحرص احنا على هالشغله والدليل ان احنا قاعد ناخذ المواد اللي عندنا صديقه للبيئه ايكو فريندلي تكون، لان مو بس الاطفال هم نحرص على الناس اللي عندهم باتس بالبيت يعني مثلا قطاوه او تكرمون كلاب ف يعني هم ان هذه المواد ما تسبب لهم حساسيه حلو ولا تسبب لهم اي مضره. حلو الدقه في العمل ومثل هالامور هذه يعني جدا مهمه، انا واحده من الناس اللي اهتم بهالامور هذه، احب كل شيء يعني يكون مرتب منظم، واذا في بعد شركات تساعد ان هي تسهل لنا الموضوع هذا فاتوقع ان الامور كذي ماشيه تمام عندنا. يعطيك الف عافيه استاذه فاطمه وفعلا استمتعنا معك في هذا اللقاء. حلو. الله يوفقك. شكرا لك. تشرف فيكم. شكرا لك. من نظافه البيت الى النظافه الشخصيه مع فقرة شغف الصابون، وراح نتكلم اليوم مو بس عن الصابون أيضا عن الروائح المنعشة اللي تكون موجودة في اللوشن مع الأستاذة إيمان عبد الله. لوشن الجسم شلون ممكن نحضره بطريقة طبيعية وجميلة؟ تفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها من خلال هذه الفقرة.